الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حذر خبراء اقتصاديون من أن العراق مهدد بأزمة اقتصادية ستكون أخطر من الأزمة التي تضرب لبنان حاليا، وأكد الخبراء أن وضع العراق الاقتصادي سيكون أخطر من لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات، مشيرين إلى أن موازنة عام 2023 هي أبواب إنفاق لا تحتوي على أي برامج ويذهب معظمها للرواتب، وهذا استنزاف خطير. ولفتوا إلى أن البنك الدولي حذر حكومة بغداد من أنها قد تضطر إلى تسريح الموظفين من جراء استمرار الحكومة بالاعتماد على الاقتصاد الريعي في تمويل ميزانياتها السنوية. حدد البنك المركزي العراقي الجهة المسؤولة عن بيع الدولار بالسعر الموازي، وقال مسؤول إدارة الاستثمارات في البنك إن الهدف من إطلاق الحزم الثلاثة المتتابعة هو الحفاظ على استقرار سعر الصرف والتعامل بالسعر الرسمي من خلال منصات البيع النقدي. وأضاف المسؤول أن البنك يعتمد حالياً آلية جديدة، منها منع صغار التجار من الدخول إلى المنصة، مؤكداً أن صغار التجار هم من يضغطون ويشكلون طلباً على العملة الأجنبية، وأشار إلى أن من يضاربون بالدولار يخرقون القانون والتعامل معهم سيتم عبر القضاء على حد قوله. قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قرا إسماعيل أوغلو إن بلاده أصبحت مركز طيران عالمي رائد على مستوى أوروبا، وأعلن الوزير التركي أن عدد مسافري مطار إسطنبول تخطى 205 ملايين مسافر منذ افتتاحه عام 2018، مشيداً بالاستثمارات التي قامت بها الحكومة التركية في مجال الطيران. وأكد أن مطار إسطنبول دون اسمه في تاريخ الطيران بتركيا والعالم، حيث شهد 198,610 رحلات جوية داخلية ودولية بين كانون الثاني وشهر أيار عام 2023. تصاعدت موجة تسريح الموظفين من الشركات التكنولوجية والمالية العالمية الكبرى وسط تأكيدات باستمرار هذا المنحى خلال الفترة المقبلة. وتشرح بيانات الشركات التي تسرح موظفيها أن الأسباب غالباً ما ترتبط بتراجع الأرباح وآثار التباطؤ الاقتصادي والاتجاه نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأعلنت كبرى الشركات المالية الأمريكية عن ثاني أكبر تخفيضات في الوظائف هذا العام بمعدل 30,335 وظيفة، بزيادة 419% عن العام الماضي، وفقاً لتقرير تشارلز غاراي أند كريستا ماس، ويضاف إليهم آلاف الموظفين الذين فقدوا مكاتبهم في الشركات التكنولوجية الكبرى. أظهر مسح لوكالة رويترز أن إنتاج النفط من دول أوبك انخفض في شهر أيار بعد أن أقدمت السعودية وأعضاء آخرون في تحالف أوبك بلاس على تخفيضات طوعية للإنتاج بهدف دعم السوق. وأوضح مسح رويترز أن منظمات البلدان المصدرة للبترول أوبك ضخت 28 مليون برميل يومياً هذا الشهر، بانخفاض 460 ألف برميل يومياً عن شهر نيسان، فيما انخفض الإنتاج بأكثر من 1,500,000 برميل يومياً منذ شهر أيلول الماضي. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.